بنات الله يجازيكم بخير، ديروا لنا لي لايك الي جادور والله يحفظكم لي يخطيكم. دونك البنات قلنا هادو 1400 درهم، 1400 درهم فيهم واحد العقيدات هنا من هنا ومن هنا، فيهم عقيدات كيجيو زوينين في اللبس هادو البنات. 1400 درهم هادو 148,000 ريال. اللي بغاتهم دير لهم سكرين توصل معايا سير واتساب مرحبا، و100 الف مرحبا. كاين صغر منهم، اللي بغات صغر منهم ها هما البنات بحالهم، غي هادو صغر منهم اللي بغاتهم دير لهم سكرين مرحبا. بالنسبه للثمن ديال هادو البنات 1000 درهم، هادو الثمن ديالهم 1000 درهم. دونك هادوك الكبار 1400 درهم وهادو الثمن ديالهم غير 1000 درهم، 100 ديال الاورو 20000 ريال. هادو البنات 20000 ريال 100 ديال الاورو. اللي بغاتهم دير لهم سكرين توصل معايا سير واتساب مرحبا و100 الف مرحبا. غزلان سلام سي رشيد اللهم بارك، الله يكبر بك لاله غزلان. ناديه السلام بالتونسي، السلام اختي، السلام مرحبا بالناس ديال تونس، مرحبا و100 الف مرحبا. كاين شي هريسه؟ كاينه البنات هادي ديال رافينيتي تونس معروفين بهريسه. كاين هادي ديال رافينيتي البنات شي حاجه غزاله ما شاء الله. رافينيتي راها يعني بلا ما نشكروها معروفه يا بنات، كتجي ما شاء الله تبارك الرحمن في اللبسه، فيها السلسله ديال الحصيره كتجي على هذا الشكل رائعه. بالنسبه للثمن ديالها 3600 درهم، 3600 درهم اللي هي 360 ديال الاورو اللي هي 72000 ريال. هذه يا بنات 72000 ريال، 3600 درهم اللي هي 360 ديال الاورو. اللي بغاتها دير لها سكرين توصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 95 91 ومرحبا. لالا ملكه شكرا للوريده الله يحفظك، شكرا جزيلا فاسيسوس الله يحفظك مرحبا. كاين هذا ديال الكارتي البنات غزال، هذا صحيح وثقيل وزوين البنات ديال الكارتي، شي حاجه ما شاء الله. هذا راه معروف الكارتي بلا ما نشكروه لكم، راكم خديتوه وخديتوه وخديتوه، يعني شي حاجه اللي زوينه يا بنات. نعطيكم غير القياس ديالو، القياس ديالو فيه 6 سنتيمتر، هذا فيه 6. الثمن بالتونسي والله اختي ما نعرف، ما كنعرفش الدينار التونسي شحال داير. هادو البنات ما شاء الله تبارك الرحمن، نقول لك بالاورو اختي كنقولوا بالاورو، وانت قسمي على الدينار التونسي ويعطيك شحال. ام حبيبه السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بالتوفيق الله يكبر بك لاله حبيبه، وهي اللي بارطاجيتي معنا ودرتي لي لايك اللي جادور. كاين هذا البنات قلنا الثمن ديالو 7200 درهم، هذا الثمن ديالو 7200 درهم اللي هي 780 ديال الاورو، 780 ديال الاورو البنات. هذا 7800 درهم اللي هي 156000 ريال، كيجي رائع البنات ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي بغاتو دير له سكرين توصل معايا سير واتساب مرحبا. تخفيضات حنا فيهم اللي هم ميزات في الاخر ديال اللايف ان شاء الله. ماريا خويا رشيد شي غورميت رافينيتي ميزات؟ لا والو في الميزات ما كايناش اختي. كاين هاد لا غورميت ديال القلوي البنات كتجي على هاد الشكل غزاله، هادي غورميت ديال القلوي فيها سنيسله ديال الشوبار رقيقه، ولكن واخا تسمعوا رقيقه راها صحيحه ما شاء الله، كتجي غزاله في اللبسه ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي بغاتها البنات مرحبا و100 الف مرحبا. بالنسبه للثمن ديال هادي يا بنات 2100 درهم، هادي الثمن ديالها 2100 درهم اللي هي 210 اورو، 42000 ريال. هادي الثمن ديالها 42000 ريال، 210 اورو، 210 ديال الاورو اللي هي 42000 ريال. اللي بغاتها دير لها سكرين توصل معايا سير واتساب مرحبا و100 الف مرحبا. واش كاين شي هميزات زوينين؟ والله ما عرفت شنو كاين في الهميزات، انا كنت مسافر يلاه دخل دابا، ما والله ما عرفت شنو كاين في الهميزات. عزيزه ولي موجدو زينب زنوبه كارتي شحال فيه من غرام؟ اختي الغراماج دوزي عندي الواتساب ونعطيك الغراماج، انا بارطاجيت بالصحه والراحه الله يكبر بك ام حبيبه مرحبا. كاين هذه ديال ميسيكا، غريميطا ديال ميسيكا البنات، هذه غريميطا ديال ميسيكا كتجي زوونه فيها سلسلة ديال الشوبار رقيقة كتجي غزالة هي البنات ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبة للثمن ديالها 1400 درهم، 1400 درهم اللي هي 140 ديال الأورو، 143 البنات، 28000 ريال. هذه الثمن ديالها 28000 ريال، كتجي زوينة البنات، شوفوا كي دايرة غزالة فيها جوج ديال الحجرات ديال ميسيكا. دونك اللي بغاتها دير لها سكرين توصل معايا سير واتساب فمرحبا بالجميع. كاين هاد لا غورميت ديال لوف فيها غافينيتي، خلاص هادي البنات هي غافينيتي
هي غافينيتي نتمنى تكون بانت لكم. غزالة هذه ديال لوف فيها واحد جوج حجرات من هنا وفيها هذا الشكل هنا ديال لوف فيها جوج حجرات فيها الزيادة والنقصان فوالا هي فيها الزيادة والنقصان كتجي رائعة في البيت البنات ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبة للثمن ديال هذه البنات 3000 درهم هذه الثمن ديالها غير 3000 درهم 60000 ريال 3000 درهم 60000 ريال اللي هي 300 ديال الاورو 300 ديال الاورو البنات 60000 ريال اللي هي 3000 درهم اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 95 91 ومرحبا البنات ما تبخلوش علينا بالبارطاج الله يكبر بكم. دونك البنات كاين هاد السنيسله ما شاء الله هذه غزاله كتجي فنه غليظه وصحيحه كتجي بحال الشكل ديال الرادكو كتجي زوينه في اللبسه خصكم تشوفوها ملبوسه نورمالمون كتجي ما شاء الله تبارك الرحمن صحيحه وزوينه غير هي قصيره ما فيهاش الطول يعني شنو هما اللي جادو ما عرفتش باش جادو ما عرفتش باش نديرها ما عرفتش ام حبيبه شنو قلتي والله ما فهمت الميساج ديالك. هذه فيها البنات 42 سنتيمتر هذه فيها غير 42 سنتيمتر كتجي بحال الرادكو 42 سنتيمتر كتجي على هذا الشكل غزاله ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه للثمن ديالها كدير 5000 درهم هذه الثمن ديالها يا بنات 5000 درهم اللي هي 500 ديال الاورو اللي هي 100000 ريال هذه الثمن ديالها 100000 ريال 500 ديال الاورو 500 اورو البنات 100000 ريال اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 95 91 ومرحبا بالجميع و100 الف الف مرحبا. كاين هاد السنيسله هادي كتجي رقيقه يا بنات على هاد الشكل فيها هاد التعليقه هكا فيها التعليقه زوينه هادي ديال اللباس اليومي يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كتسال عندك الدب غزال عندك تجربه بالتوفيق الله يكبر بك ام حبيبه الله يحفظك. دونك البنات كاين هادي هاد السنيسله رقيقه بهاد التعليقه غزاله التعليقه زوينه البنات والثمن ديالها جد جد مناسب غير 1600 درهم هذه الثمن ديالها البنات غير 1600 درهم اللي هي 160 ديال الاورو اللي هي 32000 ريال هذه الثمن ديالها البنات غير 32000 ريال 160 اورو 160 ديال الاورو اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 95 91 مرحبا. نواه رضا لاله خديجه كي درتي لاباس عليك كلشي مزيان الله يحفظك مرحبا بك لاله خديجه. كاين هذه البنات ما شاء الله تبارك الرحمن غزاله يا بنات ديال البيزماغ ولا ديال لوف كل واحد فيها التعليقه ديال الشانيل ما شاء الله تبارك الرحمن كتجي رائعه بنات شوفوا كي دايره كتجي غزاله هذه اللي كتبغي الطول راها طويله شويه ما شاء الله كتجي غزاله البنات هذه فيها هاد التعليقه ديال الشانيل ولا اروع ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه للثمن ديال هذه يا بنات 5300 درهم 5300 درهم اللي هي 530 ديال الاورو 530 ديال الاورو اللي هي 106000 ريال 5300 درهم البنات 530 ديال الاورو 530 البنات هذه اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا و100 الف مرحبا. الله يكبر بك ام حبيبه شكرا على البارطاج البنات اللي معنا في اللايف بارطاجيو معنا اللايف الله يكبر بكم وشكرا جزيلا لله يخطيكم. كاينه هذه البنات ديال الفي السنيسله ديال الفي كتجي غزاله هي في اللبسه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هذه تلبسوها دائما فيها الفي كتجي غزاله على هذا الشكل ها هي يعني هذه تلبسوها دائما كتجي ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه للثمن ديال هذه البنات كدير غير 1600 درهم 1600 درهم اللي هي 160 ديال الاورو اللي هي 160 اورو هذه البنات غير 1600 درهم 160 ديال الاورو 160 اورو البنات 32000 ريال هذه 32000 ريال البنات 1600 درهم 160 ديال الاورو اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066
67 65 91 او مرحبا بالجميع. كاين هاد السلسله البنات خريصه فخريصه على هذا الشكل كتجي زوينه. هادي ممكن ديروا فيها تعليقات ديال الحطره، ممكن ديروا فيها تعليقات لويزا، كتجي فيها تعليقات لويزا رائعه، كتجي فيها ما شاء الله تعليقات لويزا البنات، كتجي فنه هادي ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه للطول ديالها نعطيكم الطول ديالها حيت هادي طويله شويه، نعطيكم الطول ديالها هادي يا بنات، فيها 50 سنتيمتر تقريبا، هادي فيها 50 سنتيمتر. بالنسبه للثمن ديالها 4500 درهم. بالنسبه للطول ديالها هادي البنات 4500 درهم اللي هي 90000 ريال اللي هي 450 اورو، 450 ديال الاورو البنات، هادي 90000 ريال 4500 درهم. اللي بغاتها دير لها سكرين توصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع. كاين البنات واحد الحلقات ديال الكلو كيجيو على هذا الشكل فنين، ها هما على هذا الشكل البنات رائعين ما شاء الله تبارك الرحمن، كيجيو زوينين في اللبسه اللي هز عليها هذاك الشيء باين داك الشيء غليظ ما شاء الله هما زوينين البنات. بالنسبه للثمن ديال هادو البنات 3000 درهم، هادو الثمن ديالهم 3000 درهم، 3000 درهم البنات، هادو 3000 درهم 60000 ريال، هادو 300 اورو البنات فيهم السداد على هذا الشكل كتجي غزاله. شوفوا السداد ديالهم صحيحه وزوينه البنات ما شاء الله تبارك الرحمن، كيجيو باينين في الودنين هادو البنات كبارين وزوينين. اللي بغاتهم مرحبا و100 الف مرحبا. الثمن ديالهم 3000 درهم اللي هي 300 اورو اللي هي 60000 ريال. دونك اللي بغاتهم البنات دير لهم سكرين توصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع و100 الف مرحبا. كاين هادو ديال الكلاش البنات، حلقات ديال الكلاش زوينين تاهما صحيحين ما شاء الله، شوفوا السداده ديالهم ريزينغ مضوبلين البنات، ها هما ريزينغ كيجيو فنين ما شاء الله غزيولين على هاد الشكل. بالنسبه للثمن ديالهم 2700 درهم، 2700 درهم، 2700 درهم هادو البنات اللي هي 270 الاورو 54000 ريال، هادو 54000 ريال 270 اورو. اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا سير واتساب مرحبا و100 الف مرحبا. كاين البنات هادو ديال الاناناسا كيجيو فنين البنات ما شاء الله تبارك الرحمن، كيجيو غزيو لينا البنات هادو ديال الاناناسا، هادو البنات كيجيو ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبة للثمن ديال هادو 2000 درهم، هادو الثمن ديالهم البنات 2000 درهم 200 اورو، هادو الثمن ديالهم 2000 درهم 200 اورو 40000 ريال، هادو 40000 ريال البنات 200 اورو. اللي بغاتهم دير لهم سكرين توصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع و100 الف مرحبا. هادو 2000 درهم 40000 ريال البنات اللي بغاتهم فمرحبا و100 الف الف مرحبا. كاين واحد السلسله البنات زوينه ديال الخريخيشات على هذا الشكل كتجي زوينه، فيها خمسه ديال الخريخيشات بحال هادو البنات، خمسه ديال الخريخيشات بحال كيجيو زوينين ما شاء الله تبارك الرحمن، كيجيو على هذا الشكل خريخيشات زوينين البنات على هذا الشكل، فيهم سلسله الشوبار زوينه صحيحه ما شاء الله. بالنسبه للثمن ديال هذه 2000 درهم، بالنسبه للثمن ديال هذه البنات غير 2000 درهم، هذه 2000 درهم 200 اورو، 200 اورو البنات هذو 2000 درهم غير 40000 ريال، هذو الثمن ديالهم 40000 ريال. اللي بغاتهم دير لهم سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع و100 الف مرحبا. كيجيو زوينين، كتجي زوينه البنات هذه في اللبسه ما شاء الله تبارك الرحمن. دونك اللي بغاتها دير لها سكرين توصل معايا سير واتساب فمرحبا بالجميع و100 الف مرحبا. كاين هذه ديال النجيمات البنات، هذه حتى هي ديال الخريخيشات فيها النجيمات زوينه، هذه صحيحه صحيحه على هذيك، واخا الاخرى كتبان غليظه مي هذه صحيحه عليها، هذه صحيحه عليها غزاله هذه ما شاء الله تبارك الرحمن البنات. اللي بغاتها مرحبا و100 الف مرحبا.
بالنسبه للثمن ديال هذه 2850 درهم، هذه الثمن ديالها البنات 2850 درهم اللي هي 100 اللي هي 285 ديال الاورو، 285 ديال الاورو البنات، كتجي فنة ما شاء الله تبارك الرحمن. دونك اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 95 91. ومرحبا، ندوز لكم الخويت مات المارياج البنات، كاينين ما شاء الله تبارك الرحمن كيجيو فنين. هذا خاتم ديال المارياج ولا اروع، شوفوا البنات فيه الكورميط وفيه هاد حجيرات كارين، يعني واحد المربع زوين فيه حجيرات ما شاء الله تبارك الرحمن، كيجيو فنين على هاد الشكل البنات. خاتم المارياج ما شاء الله تبارك الرحمن كيجي غزال. بالنسبه للثمن ديالو هذا البنات 3000 درهم، هذا الثمن ديالو 3000 درهم، 300 ديال الاورو البنات، 300 اورو، 3000 درهم البنات، 3000 درهم، 300 ديال الاورو. اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 95. ومرحبا، كيجي زوين البنات في البيسان ما شاء الله تبارك الرحمن. كاين هذا العشاقات الخواتم ديال المارياج ديال الطروات ديال هذه الحجره كاريه، حتى هو البنات هانتوما شوفوا كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن، كيجي غزول في اللبسه، شوفوا كي داير ما شاء الله كيجي فن البنات، شي حاجه كما كنقول انو باغاطي، انو باغاطي البنات، شي حاجه غزاله وزوينه وما شاء الله. بالنسبه للثمن ديال هذا البنات 2200 درهم، هذا الثمن ديالو 2200 درهم اللي هي 220 اورو البنات، 220 ديال الاورو هذا البنات، 220 ديال الاورو، 44000 ريال. اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91. ومرحبا بالجميع و100000 الف مرحبا. كاين هاد الخاتم ديال الكورميط العشاقات الخواتم ديال الكورميط، كاين هاد الخاتم ديال الكورميط ما شاء الله الصح والثقل زوينه البنات، كيجي غزال ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه